الشخص الإيجابي يعمل، يبذل، يجتهد، لا يتوقف، لا بد من جهد بدن، لا بد من خطوة إلى الأمام. كل شيء له سبب، لا بد من عمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية، في موضوع مهم جدا وهو الحديث حول البلاستيك الغذائي. يا ترى ما هو البلاستيك الغذائي؟ وهل هذا البلاستيك يحافظ على الطعام بكل أنواعه وخاصة العسل؟ وما أضرار هذه المادة على الأخ النحال وعلى المستهلك بالذات؟ أمور شتى يتحدث عنها الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، وكيفية الحذر والانتباه من هذه المواد الخطيرة. محاضرة قيمة تكون معكم. ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي أبو يزن. إضافة إلى ما ذكر أخونا أبو موسى، يعني بس للتوضيح وليس للاعتراض، ما تفضل فيه أخونا أبو موسى كلام سليم 100%، لكن يعني نضيف شوي للتوضيح أنه في أن البلاستيك هو درجات، يعني درجات في النقاء. فالبلاستيك الغذائي هو اللي مصنوع من البلاستيك الخام وليس المكرر، يعني في عنا أدوات البلاستيك وخصوصا المستخدمة في الطعام تستخدم فيها البلاستيك المعاد تدويره، يعني يصهر البلاستيك ثم يعاد تدويره مرة أخرى ويحول مرة ثانية إلى مادة قابلة للاستعمال. فإذا كان البلاستيك بلاستيك غذائي لم يعاد تدويره وكان درجة النقاء فيه عالية، فهذا يعني بيكون صالح إلى أنه يتخزن فيه العسل، ولكن هنا في شرط، بحيث أنه هذا العسل أو هذا المعبوات لا تتعرض إلى أشعة الشمس سواء المباشرة أو غير المباشرة. يعني بمعنى آخر، لا يكفي انه يعني نضع أوعية العسل هذه سواء بلاستيكية او زجاجية، حتى ما نضعها في مكان يكون في يعني اشعة الشمس ممكن انها تدخله حتى ولو كانت غير مباشرة. يعني بمعنى اخر انه الغرفة اللي بتتخزن فيها العسل ما يكون فيها الشمس ضاوية فيها. إذا كان لابد يعني أنه تدخل فيها الشمس وإن لم تكن بشكل مباشر على العسل، بده يكون في انعكاسات لهذه الإشاعات، وبالتالي إذا وصلت هذه الإشاعات إلى العسل سوف تغير من بعض خواصه الطبيعية. لذلك يعني إذا إحنا بدنا نخزن العسل بدنا نحطه في مكان قدر الإمكان مظلم. إذا كان ما في عنا مكان مظلم ممكن أن نعمل مثلا خزانة خاصة لتخزين هذه العبوات الشفافة سواء كانت زجاج أو بلاستيك. لازم يكون في عنا خزانة نقدر نسكر عليه بحيث أنه أشعة الشمس لا مباشرة ولا غير مباشرة تيجي عليه. إذا ما في إمكانية أن نعمل خزانة خاصة، ممكن أن نوضع عليه قطعة من القماش، ممكن نحط عليه حرام، ممكن نحط عليه بطانية، أي شيء تمنع وصول أشعة الشمس المباشرة. هذا هو المهم في الموضوع كله. سواء كان زجاج أو سواء كان بلاستيك، إذا تعرض إلى أشعة الشمس المباشرة والغير مباشرة سوف تكون بتغيير خواصه. كذلك برضو يعني هنا بدنا نقدم نصيحة للمستهلك، انه المستهلك اللي اشترى مثلا 4 كيلو 5 كيلو عسل وبده يعني يحط عنده لمدة يعني يكون عنده شهر شهرين ثلاثة حتى يستهلكهم، برضو من الافضل انها تكون هذه الكمية من العسل موضوعة مثلا في الخزائن تحت المجلة او في مكان ما توصلهن اشعة الشمس. وخصوصا مثلا ان النساء بتكون حاطه العسل على
المطبخ، وهذا المطبخ النساء بتفتح أحيانا الشبابيك وإلى آخره، وبتدخل الشمس حتى تطلع رائحة الطبخ، وحتى إنه تتهوى الغرفة أو المطبخ. فهذا يعني إذا كان بده يقعد فترة طويلة فبرضه من الأفضل إنه يكون بعيد عن الإضاءة يعني. وهذا طبعا مش بس برضه في العسل لوحده، حتى الزيت، زيت الزيتون إذا بدنا نخزنه لفترة طويلة ويحفظ خواصه الكيميائية الطبيعية، يجب أن يكون في مكان مظلم تام. وهذا يعني أعتقد أنه يعني ما في فرق بين فلسطين وسوريا من حيث إنتاج الزيت، وكلما كان الزيت في عبوات محكمة الإغلاق وكلما كان في مكان مظلم، سيبقى الزيت أو العسل يحتفظ في رائحته وفي نكهته الطبيعية، وكأنه إذا كان عسل كأنه اليوم تم فرزه، وإذا كان زيت سيبقى يحتفظ على رائحته ونكهته وطعمه كأنه اليوم تم عصره. فالإضاءة والشمس والهواء، سواء كان هذه الأبواب مفتوحة أو مسكرة، راح يؤثر على طبيعة هذا العسل أو هذا الزيت أو أي شيء ممكن يتم تخزينه خاصة من السوائل لحين الاستخدام. فالأفضل دائما أن يكون في مكان قدر الإمكان مغلق، وقدر الإمكان لا تدخل إليه أشعة الشمس. تحياتي.